يحسوا انه ديما في معناتها في الوسط المدرسي والا في محيط الوسط المدرسي، نحكيوا على عنف مدرسي، نحكيوا على جرائم معناتها اللي يرتكبوا فيها التلامذه والضحايا بتاعها ايضا التلامذه. واحنا مع العوده المدرسيه الجديده استقبل معهد بميغري جريمه قتل طبعا الضحيه بتاعها تلميذ ومنفذ الجريمه تلميذ شوارع. شوف خلينا نحكيه بكل صراحة وبكل موضوعية وبكل أنا كمربي نحب نحيي الجهاز الأمني. أنا طبعا نتعدى أني يعني متقاعد وندور أمام المعاهد، قدام كل معهد ثم دورية أمنية، معناها بكل يلزمنا تحية أقدار التقدير للمنظومة الأمنية في علاقة بالعودة المدرسية. هذا يقول الحاجة الثانية، راو العودة المدرسية موش كما يحكيوا مسؤولين في وزارة التربية السماء الصافية والعصافير تزقس، راو كلها معنا إخلالات ما يحبوش يقولوا الحقيقة. أنا مش نعطيك أنا حسب تجربتي، طلعت أنا على قتل التلميذ الله يرحمه في معهد تحصين بمقرين ولاية بالعروس، مع الأسف الشديد ثم عديد الأسئلة، غيابات الأساتذة مهولة، التلاميذ ما يقروش باقي لليوم، اليوم هو ثلاثة ما يقروش، أعطوهم النهار الأول الجدول قالوا لهم روحوا وارجعوا النهار اللي فيه. نهار ثلاث يرجعوا نهار ثلاث يقولوا لهم ارجعوا غدوه، ما ثماش رقابه داخل المؤسسه التربويه. اخير العوده المدرسيه مش تنطلق يوم 15 سبتمبر، معناها احنا نتيجه متزامنه ب 16 سبتمبر خاطر ثم احد تبدا الدراسه. مش ثم اجتماع اخباري للاستاذه خذوا فيه جدول اوقات نهار الاول، مش من المفروض القايمين يرجعوا نهار 11 سبتمبر، نعطيكم امور تقنيه. مش في الترسيم نعطيو جداول اوقات للتلامذه. اش معناها الحديث هذا؟ معناها بدايه من يوم الاثنين التلميذ يقرا يكون موجود في قسمه. لليوم باش ما نبلغش 70 80% تاع التلامذه مطيشين في الشارع، كل يوم ارجع غدوه ارجع، تو باش نعديوه شهر كامل كما العاده في تغيير الجداول على قياس النقابين والنقابات واليوتيوب والدروس الخصوصيه، واضح العمليه. الوليد هذا اللي تم قتله اكيد باش تحل تحقيق. نحملوا المسؤوليات لكل طرف. خويا كل واحد يتحمل مسؤوليته بكل صراحه. اللي مخل التلميذ وين المكان؟ شكون التلميذ وين لازم يكون؟ الاستاذ علاش غايب؟ اذا كانوا غايب ما قراش وطردوه الشارع عليه حسين وراه مش في تحسين مقرين برك، راه باش تصير وديما صارت ديجا وصارت وما يتحكيش عليها، وهذا هو في العاصمه تحكي عليه، تنجم في الارياف ما تحكيش عليه. ندانا نداء استغاثه الى السيد وزير التربيه، اهبطوا للميدان يزي ياك المسؤولين اللي قاعدين في البيروات والكراهب وبنوات الماكله والليسانس يزينا منه. السيد معناها ندانا للسيد رئيس الجمهوريه يحث خاصه توا المده هذه مسؤولي وزاره التربيه والمندوبيات الجهويات للتربيه مع رؤساء المصالح مديرين التعليم يعملوا دوره يدوروا على المؤسسه التربويه ويراقبوا جداول الاوقات، يتبعوا غيابات الاستاذه، يتبعوا غيابات القايمين، يتبعوا معناها تفعيل قاعه المراجعه، اخي نشدوا في التلامذه في قاعه المراجعه ولا لا؟ انت الداخليه كيف كيف، تتبع العصابات اللي تحيط بالمؤسسه التربويه، تو نتفاداو هالظواهر هذيا والقتل والجرائم هذي. اما اذا كان نقعدوا نستناو ونحكيو باش يصير اكثر من اللي صار. طبعا هي ماهيش الجريمه الاولى نتاع انه تلميذ يقتل زميله التلميذ، هذه قاعدين نشوفوا فيها الجرائم هذه ماشيه وتتفاقم بشكل كبير خاصه في السنوات الاخيره، الى درجه انه معناتها الوسط المدرسي اصبح معناتها حاجه مخيفه الاولويه، واللي خايفين ولوا خايفين على صغارهم. حسب رايك اليوم انت وانت زاده معناتها من اهل الدومين معناتها في دومين التربيه والتعليم، علاش التلميذ التونسي ولا مجرم؟ علاش التلميذ التونسي ولا قاتل ولا عنيف؟ شوف التلميذ التونسي ماهوش قاتل وماهوش عنيف وماهوش مجرم. اذا كان نحن باش نسموه قاتل ومجرم وعنيف هذاك منتوج نحن، دونك نحن مجرمه ونحن قتله ونحن عنيفين، هذاك منتوج، هذاك منتوج تغول النقابات داخل المؤسسه التربويه. لا سعد اليعقوبي في السابق اضرابات تلامذه طايشه في الشارع ويقول لك رانا نقرفوا على خاطر مصلحه ابنائنا، كثره غيابات الاساتذه تصنع في الشيء هذاك، مش نحكي لك انا، عدم تفعيل قاعة المراجعة تصنع في الشيء هذاك، عدم تواجد الأمني أمام المؤسسة التربوية تصنع في الشيء، دونك التلميذ اللي نحن هو بيده ضحية. أنا كولي، أنا مانيش نحكي كمربي، أنا عندي صغيرات يقرا، صدقيني العاد نلوج على الكاليتي نتاع التعليم، وليت نلوج على أمن صغاري داخل مؤسسة التربوية، وقت يخرجوا الصباح نبدا متحير وحاط يدي على قلبي وقتاش يروح كما أي ولي. دونك نحن مشكلتنا راهو اليوم
في الانضباط في الديسبلين. نقول لك الانضباط في الديسبلين مش نتاع التلميذ، راه نتاع العون اللي في علاقه بالتلميذ. انضباط الاستاذ ما يغيبش ويخرج في وقته وما يطيش التلامذه. اليوم التلامذه مطيشين في الشارع. اليوم هو 17 ولا 18 سبتمبر، 17 سبتمبر شو واحد يجدول وارجع الجمعه الجاي وعرك على جداول الاوقات وما الجدول ما تبدله ليش ما نقرا ما نقريش شنو هذا؟ كيف القايمين يلزم يلعبوا دورهم، القايم عام يلزم يلعب دوره، السلطات المحليه المعتمد والعمده قبل كان يبدا موجود ويتفقد ويبلغ المعلومه، وينهم هذوما الكل؟ دونك باش نقعدوا نحكيو ديسكو مجروح والجرائم باش تتفاقم، وما نحبوش نصلحوا بصراحه. يعني المقاربه الامنيه وحدها ماهيش كافيه، حمايه المؤسسه التنميه الامنيه والتلميذ وايضا تركيز دوريه امنيه من عدمه مش هو الحل الوحيد. المقاربه الامنيه ماهيش كافيه والعدد الامني غير كافي، راه عندنا اولويات، وانت عندنا وضع انتخابي حساس هاك تشوف، عندنا معناها الجريمه عندنا الاحياء الشعبيه برا شوف معناها ليل ونهار مخدرات. مخك اخي الامني مشيت لها بالمؤسسه ويسيب منطقه شعبيه ويسيب دونك يلزم قبل ما كانش ثم دوريات امنيه في الوسط، ما كانش ثم دوريات امنيه وكان ثم انضباط وما كانش ثم جريمه. توا ثم دوريات امنيه وثم دلال وما يقروش ويعمل جدول على قياسه ثم جريمه. دونك مش هذا الموضوع. الموضوع يلزم مسؤولي وزاره التربيه يهبطوا الى الميدان، ميدانه الى السيد وزير التربيه. راك باش تتحمل مسؤوليه اخلاقيه تربويه ووطنيه، خاطر العوده المدرسيه هذه متزامنه مع الانتخابات ومتزامنه، حضر روحك سيد الوزير، متزامنه مع ذكرى 7 اكتوبر. ان شاء الله النقابين ما يوظفوش التلامذه ذكرى 7 اكتوبر. خاصه العوده المدرسيه نسجلوا اول جريمه. دونك يلزم وزير التربيه واعضاء يتجندوا باش مش نقول لك باش تعدى سلامات، باش ينقذوا السنه المدرسيه. والله بصراحه هذه بالنسبه للجريمه اللي وقعت في بن عروس او في مقرين او في كذا، يعني ولايه بن عروس، هو يؤلمني لانه نعتبره ولدي انا، رغم ما نسكنش في بن عروس وما بن عروس ماهيش ولايتي وماهيش كذا، ما يبقى تونسي فرد من افراد تونس وهو ولدي، نعتبره تلميذ، نعتبره ولده، التلامذه كل اولادي. بصراحه يؤلمني ياسر هذا تسيب، وبصراحه تسيب كبير وديفولمون ربما من شباب وربما عندهم مدوات. يبقى الامن بصراحه الامن التونسي، وهني قريب لوزاره الداخليه، ادعو للامن التونسي مراقبه من يسرون ومن يبيعون الزطله والدراج وكذا ومن يحتكوا بكذا، راهي ثم مناظر خلايق وفصائل قاعده تدعم في حاجات وقاعده تمد في ابنائنا في الزطله وفي يعني المخدرات بانواعها واشكالها. نحكيو على الاوساط التربويه، نحكيو على لا الاوساط التربويه راهي ثم فيها وعليها، ثم انسان ثم اوساط تربويه نظيفه بأتم معنى الكلمه، ولكن ثم ناس بصراحه تحب الماده وتحب كذا وتحب بصراحه يلزم تنظيف يلزم تنظيف المؤسسه التربويه بانواع، مش كان المؤسسه التربويه حتى المؤسسات الحكوميه لان فيها لوبي كبير. ثم ايادي نصرح بها تو حول العلن وصرحت بها في عده قنوات وفي الميساج بتاعي وفي الفيسبوك بتاعي، انه الاتحاد ضلع من ضلوع الاتحاد العام التونسي للشغل، هو ضلع بكامل احتراماتي المؤسسه الحشاده الشريفه، لانه ثم ناس قاعده تلعب في زيغو مارت، قاعده تلعب في منتالي، قاعده تحط في العصب العجل الاستاذ قيس سعيد، قاعده تحط في الحكومه بصفه عامه، تحب تسيطر على الوضع وتحب توصل الى مبتغاها وتحب تتحكم وتحب تحط مناصب وتحب تعطي كيما كان. طبعا الجريمه نحكيو عليها ماهيش الاولى من نوعها، شفنا برشا جرائم صارت اما في المعاهد والا حتى قدام المعاهد. اليوم يقول القائل لماذا اصبح التلميذ التونسي عنيف، اصبح مجرم، اصبح قاتل، علاش؟ والله هذا هو بصراحه هي الام والبو والاختلاط، هذا نتيجه الام والبو والاب واختلاط الشارع، والمدرسه الثانيه هي الام الثانيه. أما ثانية راهي مدرسة تنجم تعاقبه في اللحظة مازال كذا، وتنجم تراقبه وتنجم تكبس عليه كذا، هي راهي ثم حرية بصراحة فاتت الطاقة. ولو أن نحب الحرية كنا نرى كرجل كبير وكمسن وكذا، نحب الحرية متاعي، نحب نتكلم، نحب نقول، نحب نسب، نحب نعاير، نحب كذا، لكن عندي حدود يلزم نحبس فيها.
التلميذ والشباب الصغير هو نتيجة تسيب الحرية وتسيب الديمقراطية. الديمقراطية يعني ما تكونش كما هكا يا أخوي، الديمقراطية وقد تبدي عقول راقية فسيب الديمقراطية. أنا الأستاذ قيس سعيد مش صوت له لأن عقليتي راقية، والأستاذ قيس سعيد في جنبي تو ورئيسي ودعمني وعاوني وقف معي، مش بس أنا نشوف في واحد أخرى ما خير من الأستاذ قيس، صحيح ولا خير من الأستاذ قيس سعيد؟ يبقى الأستاذ قيس هو بصراحة والله العظيم وأقولها، الأستاذ قيس سعيد هو شرف كل تونسي وكل تونسي شريف، لأنه ثم تونسي ممسخ سامحني بالكلمة، لأنه هذاك بالحق هذاك الشمعة المضيئة على تونس كاملة. وإن شاء الله كي أوصي كل تونسي شريف كي لا يسوده الظلام، الفائدة في انتخاب الأستاذ قيس سعيد.